بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا موسما للخيرات نتزود منه، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، ونرجو أن تكون الأسئلة أيضا واضحة ومختصرة. وتليفون البرنامج هو 011-442-83-13 011-442-83-13. نبدأ مع الأسئلة لفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لا شك يا شيخ بأن الترابط واجتماع الكلمة ووحدة الصف وعدم التفرق له أثر كبير في حياة المجتمع المسلم، حدثونا في بداية هذه الحلقة عن هذا المحور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما خلق الله البشر من ذرية آدم على وجه الأرض، والله جل وعلا يجعل لهم جماعات وقيادات تقودهم، فلا يعيش المرء بدون جماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلذلك يجب على كل مسلم في أي إقليم وفي أي مجتمع يحكمه حاكم مسلم أن يسمع ويطيع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد للمسلمين من جماعة، ولا بد للجماعة من إمامة، ولا بد للإمامة من سمع وطاعة. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا شك أن ولي الأمر يحصل به مصالح عظيمة، كما جاء في الحديث أو في الأثر أنه ظل الله في الأرض، وأن ليلة من إمام يطاع خير من أن تمطر الأرض 40 خريفا. فليلة واحدة من إمام خير من 40 خريف، يعني من 40 سنة تتوالى عليها الأمطار، لأنها ما تجدي الراحة والرخاء والأمطار مع التفرق والاختلاف، ولا يضمن اعتداء الناس بعضهم على بعض، ولا تحقن الدماء إلا بجماعة وإمامة وسمع وطاعة. هكذا جاء ديننا كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
والتجربة أيضا. فنجد أن الجماعة التي تحت ظل إمام يقودها تكون مطمئنة، وتكون تقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكف الظالم عن ظلمه. فهذا من مصالح اجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول كيف يكون شكر النعم وأثر ذلك في حياة الفرد والمجتمع؟ شكر النعم يكون بثلاثة أمور هي أركان الشكر. أولا التحدث بالنعمة ظاهرا، نعم، قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني الاعتراف بها باطنا بأنها من الله سبحانه وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هي فضل من الله. الركن الثالث صرف النعمة في طاعة موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر. والله جل وعلا لما ذكر النعم أمر بالشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وذكر الله قصة القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رادا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات مرة ثانية بتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هل هناك أدعية معينة يقول إذا تعسر علي موضوع معين أو زواج أو طلب وظيفة أدعو به فيستجاب لي؟ نعم، ورد أنه أن المحتاج صاحب الحاجة يصلي ركعتين النافلة ثم يدعو بعدها بقضاء حاجته. ودعاء الله جل وعلا بقضاء حوائج العبد له فائدة كبيرة، وتتحقق حاجته إذا استعان بالله عز وجل ودعا الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. نعم. تقول الأخت السائلة: يا شيخ، إذا المرأة ورثت عن أبيها مالا فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها وفي أي حدود؟ نعم، المرأة لها الحرية في التملك والحرية في التصرف في مالها، ولا يمنعها زوجها من ذلك ما دام تصرفها في حدود المشروع من غير إسراف ولا تبذير، فإنه ليس له الحق في منعها من الصرف المعتدل. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل هناك علامات لليلة القدر تظهر في الصباح أو في الليلة؟ ليلة القدر أخفاها الله سبحانه وتعالى في كل الشهر عموما وفي العشر الأواخر خصوصا، أخفاها الله من أجل أن نجتهد في جميع الشهر وفي جميع الليالي، فيحصل لنا الأمران: الاجتهاد في رمضان والاجتهاد في ليلة القدر. أما إذا اقتصرنا على بعض الليالي ربما تكون ليلة القدر في غير هذه الليالي التي خصصناها. نعم. محمد معنا على الخط، تفضل يا محمد. محمد، السلام عليكم، تفضل يا محمد. إذا نعود إلى الأسئلة فضيلة الشيخ. نعم محمد معنا. أيوة معك. تفضل تفضل، الله يحفظك. يا طول العمر بغيت أسأل الشيخ، أبغى أعتكف من بعد صلاة الظهر إلى الإفطار، وش هو جائز إن شاء الله؟
طيب شكرا، الله يعطيك العافية. نعم الاعتكاف لا حد لأقله، وكل ما كثرت مدة الاعتكاف فهو أفضل. نعم أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يقول: ما أبرز الدروس التي يستفيد منها الصائم والمسلم من هذا الشهر الفضيل الشيخ صالح؟ الدروس كثيرة والحمد لله، أعظمها الصبر، فإن المسلم يصبر على ألم الجوع والعطش طاعة لله سبحانه وتعالى، ومنها النشاط على العبادة، الصائم ينشط على العبادة أكثر من غيره، ومنها أن الصيام يكف الإنسان عن الأعمال التي لا تليق به، خصوصا الأعمال المحرمة والمكروهة لأنه صائم، ومنها أن 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 الصيام يكفه أيضا عن اللغو والمشادة مع الناس وإطلاق لسانه، وعن الغيبة والنميمة، يكف أيضا بصره عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، يكف سمعه عن الاستماع إلى ما يجوز الاستماع إليه من الأغاني والمعازف والمزامير وما يعرض في الشاشات الهابطة، فالصيام يحميه من كل هذه المحذورات، حتى لو سابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم إني صائم. نعم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما معنى التوحيد وإلى كم ينقسم وما هي تعريف كل قسم يا شيخ؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وأنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. الثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم، لأن يفردوه بها بالدعاء بالصلاة بالصيام بالحج بالعمرة بجميع أعمال الخير، يفردون النية فيها لله عز وجل، ولا يريدون بها طمعا دنيويا، ولا يريدون بها رياء ولا سمعة، وأشد من ذلك لا يشركون بالله شيئا في عبادته سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن نصف الله جل وعلا بما سمى نفسه به وبما وصف نفسه به مما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم تفضل يا خالد معنا على الخط. خط وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أغلب الوقت تسلم الوالدة تصلي في المسجد، تستعجل تسلم التحية، يعني تتسلم مع الإمام بنفس الوقت، هل عليها في ذلك شيء؟ يعني نعم، لا تسلم مع الإمام، تسلم بعد الإمام. وإن أخطأت عليها شيء إعادة أو شيء؟ لا ما تعيدها، لكن لا تعود لها، لا تسلم إلا بعد الإمام. نعم الله. السؤال الثاني: تصلي الوالدة خلف الإمام ونفس الوقت قراءتها بطيئة، فبعض الأحيان الإمام يركع وما قد أكملت الفاتحة، هل تكملها ثم تركع أم تتبع الإمام؟ تركع مع الإمام
ولو ما أكملت الفاتحة. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يجوز إعطاء الكفارة لثلاثة أشخاص فقط؟ يعني أعرف حالتهم، فبدل ما أعطي الكفارة لأشخاص معينين أعطيهم لثلاثة أشخاص هذول فقط، اختصرها. وش هي الكفارة يا أخي؟ كفارة يمين. كفارة يمين لازم عشرة أشخاص، إطعام إطعام عشرة مساكين. شكرا، شكرا لك. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. يقول السائل: يا شيخ، عندي خدم في البيت، هل يلزمني أن أخرج عنهم زكاة الفطر؟ إذا كنت تنفق عليهم تقوتهم ولو شهر رمضان تخرج عنهم زكاة الفطر. نعم. يقول: لمن هذه المقولة يا شيخ؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله، وما معناها؟ هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك على أفعالك وما صدر منك، وتوب إلى الله عز وجل، وقبل أن تحاسب يوم القيامة على أعمالك السيئة التي لم تتب منها. وزنوها يعني بالميزان، لأن هناك موازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توزن أعمال العباد، بل يوزن العبد نفسه مع عمله يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة أرسل لنا أسئلة عامة، منها هذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان، يشتهر عند عامة الناس بأنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. المدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وليس هو بعدد الأوقات، وإنما هو بالمدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. أبو عبد الرحمن معنا على الخط، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لا طبعا أرضعت يا شيخ مع بنت، تمام، وعندها أخت أكبر منها، هل أختها التي أكبر منها أخت لي أم لا؟ نعم، إذا رضعت من أمها فهي أخت لك ولو كانت أكبر منك. نعم، وإذا كان العكس، إذا هي رضعت معي. نعم. وإذا رضعت معي هي، يعني الآن الرواية يعني فيها شك كذا، أمها تقول أنها رضعتني وأمي تقول أنها أرضعتها. السؤال لعلك هذا عن الرضاعة يا أخي، تتواصل مع فضيلة الشيخ ومع دار الإفتاء أفضل يكون مكتوبا، هذا عن الرضاعة يحتاج إلى تأمل. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكرا لك يا محمد. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما مكانة التوحيد من بين سائر العبادات مع بيان فضله؟ التوحيد هو أساس العبادات، هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها. فأركان الإسلام كما تعرفها يا أخي، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وأولها التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، فإذا لم يكن هناك توحيد لم يكن هناك أعمال صحيحة، الأعمال باطلة، إذا اختل التوحيد اختلت جميع الأعمال ولا تقبل. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل لليلة 27 من هذا الشهر من رمضان مزية، وما حكم الاحتفال بهذه الليلة؟
هي ليلة 27 هي أرجى ما تكون ليلة القدر. نعم. عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فهي أرجى ما تكون ليلة 27، وليس هذا على سبيل الجزم، إنما ترجى، قد تكون في غيرها أيضا من ليالي رمضان. وعلى المسلم أنه يجتهد في كل ليالي رمضان بالصلاة والدعاء وحضور صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، كل ليالي رمضان. فإذا قام كل ليالي رمضان فقد مرت به ليلة القدر، لأنها هي إحدى ليالي رمضان. وأما من اقتصر على قيام بعض ليالي رمضان فقد لا يدرك هذه الليلة، قد تكون في الليالي التي تركها. نعم. يا شيخ، هذا السائل سؤاله يقول: إذا ضاع للإنسان مال أو شيء من أمور الحياة وقال 100 مرة إنه على رجعه لقادر، يقول بأنه يوجد على ذلك الضائع أو الضال، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح ولا عليه دليل. إذا ضاع للشيء يلتمسه ويبحث عنه لعله أن يجده. نعم. الصوم جنة، هل هذا حديث وما معناه يا شيخ؟ نعم، هذا حديث صحيح. وجنة يعني سترة بين العبد وبين ما يكره، فهو يستتر به عن ما يكره من الذنوب ومن المعاصي ومن الإصابات. نعم. من الأسئلة التي وردت، أبو محمد يقول: هل كان الصوم معروفا في الأمم السابقة وهل كان موجودا في ذلك الوقت؟ نعم نعم، هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو مكتوب ومفروض على الأمم السابقة، وإن كانت تختلف صفة صيامهم عن صيامنا. نعم. أبو سعد معنا على الخط، تفضل أبو سعد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. العشر مبارك يا شيخ. بارك للجميع. الله يعطيك العافية يا شيخ. في سؤال عندي بالنسبة للصيدليات، لما أحيانا أشتري منهم حاجة يقولون لي فيه لك نقاط، وبعدين أرجع أحصل لي النقاط هذه طالعة فلوس، ما أدري هل حلال ولا حرام. الله يعطيك. يا أخي، إذا شريت سلعة من صيدلية أو من متجر أو من أي شيء، سلم ثمنها وخذ السلعة وفي أمان الله. اترك النقاط وهالأشياء هذه، يبونها لجل أنك ترجع إليهم، ويبي يربطون الناس ويقبلون على محلهم، وفيها محذور أنهم يجذبون الناس عن المحلات الأخرى، فهذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لا يجوز يعني خطف الناس عن المحلات إلى محلك وتضع جوائز وتضع مغريات، هذا أمر لا يجوز لأنه يضر الآخرين. نعم. الله يعطيك العافية شيخ. بس أنا استخدمت النقاط هذه وخصموا لي في السلعة، هل أدفع ثمنها لهم مرة ثانية أو خلاص يا شيخ؟ خذ سلعك وفي أمان الله، اترك النقاط وهالخرابيط هذه. الله يرحم والديكم ويسمع. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. هل ورد حديث يا شيخ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما هي شروط التوبة؟ نعم، في الأثر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا تقبلت توبته. وشروط تقبل التوبة 3: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه، ثانيا العزم أن لا يعود إليه، ثالثا الندم على ما فات. وإن كانت التوبة من حق آدمي فلا بد من شرط الرابع، وهو طلب المسامحة منه. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من سب الذات الإلهية أو الرسول وقد تاب في حالة غضب فضيلة الشيخ، هل له توبة؟ نعم، له توبة إذا كان في حالة غضب. الغضب على أقسام، منه غضب مستغلق ولا يدري ما يقول، هذا لا يؤاخذ على ما يتلفظ به، لأنه مثل المجنون، مثل ضائع العقل.
أما الذي يتصور ما يقول، الغضبان الذي يتصور ما يقول، فهذا يؤاخذ على ألفاظه، ولكن باب التوبة مفتوح والحمد لله. نعم. أبو فايز معنا على الخط، تفضل يا أبو فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يسددك في القول والعمل يا سماحة الشيخ. حياكم الله. آمين. شكرا. امرأة تقيأت في نهار رمضان بغير إرادتها، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء ما دام تقيأ بدون إرادتها، إن صيامها صحيح ولا شيء عليها. جزاكم الله خيرا. ملامسة الزوجة أو تقبيلها في نهار رمضان؟ لا يا أخي، ما يناسب هذا، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه من الشهوة فيبتعد. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء وارد بعد إقامة الصلاة؟ لا أحفظ شيئا في هذا، إنما الدعاء بين الأذان والإقامة هو محل الدعاء. أما بعد إقامة الصلاة، أولا ما في مجال للدعاء، وثانيا ما أعرف شيء وارد في هذا. نعم. تقول السائلة عندها طفل وتوضئه يا شيخ وتلمس عورة هذا الطفل، هل ينتقض الوضوء؟ إذا مستها مباشرة بدون حائل ينتقض وضوءها، إذا مست أحد الفرجين القبل أو الدبر بدون حائل ينتقض وضوءها إذا كانت متوضئة. أما إذا كان على يدها حائل من جوارب أو نحوها فإنه لا ينتقض وضوءها بمس فرج الطفل. نعم. محمد تفضل معنا على الخط. تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. تفضل سؤالك. يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. الأول يا شيخ، في بنت وفت عن أمها وهي صغيرة، وعطفت عليها حرمة كبيرة وربتها، وعاشت مع البنت 15 سنة في البيت، وبعدها تزوجت وخلفت عيال وبنات، والحرمة هذه المربية لها عيال وبنات، هل يجوز السلام على عيال البنت اللي على عيال المرأة اللي ربتها؟ مجرد التربية لا، أما إذا كان في رضاع، في رضاع محرم فلا بأس بذلك. نعم. لا رضاع ما في يا شيخ، الله ما ربتها تربية بس. لا ما, ما 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 يكسب المحرمية، التربية ما تكسب المحرمية. يعني نعم. ما يجوز تسلم عليه ما شيخ. السلام بالكلام لا بأس، أما السلام بالمصافحة أو بكشف الوجه لا يجوز. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني، فيه امرأة أرضعت ثلاث بنتين وولد، كل واحد من قبيلة، هل يجوز هم أخوان من الرضاع ولا لا؟ إذا كانت أرضعتهم رضاع كامل يكونون إخوة من الرضاع. نعم. شكرا لك. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لكم. طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، ما رأيكم في إلزام بعض الناس لأنفسهم بالنذور ثم لا يستطيعون الإيفاء بها لقلة ذات اليد، وبعضهم لا يستطيع أن يصوم، ما رأيكم يا شيخ في ذلك؟ يبقى النذر دينا في ذمته، فإذا استطاع بعد ذلك فإنه يوفي بنذره. نعم. في رمضان فضيلة الشيخ، وفي رسائل الجوال تأتي بعض الأحاديث، وفي آخر الأحاديث يقول انشرها ولك الأجر. لا، هذا لا يقبل. الأحاديث لابد أن يعرف مصدرها ومن أي كتاب وما درجتها من الصحة، ولا يصلح نشر الأحاديث بهذه الصفة، هذا يفتح الباب للكذابين وللجهال. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول، هل يجوز تمني الموت، وخصوصا إذا غضبت من تصرفات بعض أولادها وقالت هذه العبارات غصب عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن عليه الصبر والاحتساب ولا يتمنى الموت، لأنه لا يدري ماذا يكون بعد الموت. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: أريد صلة الرحم مع عمامي وأخوالي، ولكنني أتعرض للاستهزاء والضحك منهم يا فضيلة الشيخ، هل أؤجر على ذلك؟ نعم، اصبر على هذا، وعليك بالصلة والبر بالأقارب، وأنت مأجور إن شاء الله، ولو قطعوك ولو ضحكوا منك ولو ولو. نعم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. تليفون البرنامج على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال، وهو 011-442-8313. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر لثلاث سنوات ويريد هذه السنة أن يقوم بإخراجها؟ نعم، يجب عليه إخراجها، لأنها دين في ذمته، فيجب عليه إخراجها مع التوبة والاستغفار عن تأخيرها عن وقتها. نعم. ورد حديث يا شيخ لأبي بن كعب، قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت. قال: النصف. نعم، المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد بالصلاة هنا الدعاء. نعم. تفضل يا عائض معنا على الخط. تفضل يا عائض. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. طول عمرك المحفزات والمرغبات، طال عمرك إيجار الشقق، فعلى سبيل المثال طال عمرك شقة مجانا لمن سدد، طال عمرك بعد صرف الرواتب ما يموافق، يعني ما يموافق السداد، وش الحكم فيها طول العمر؟ نعم. والغرض منها الترغيب مثل ما تفضلت. بعض الشقق، يعني قصدك ان بعض الشقق يوضع لها عروض؟ لا لا لا. نعم نعم نعم، لمن يسدد طال عمرك وما يماطل ويبادر في السداد، يعمل بينهم قرعة. طيب. طال عمرك ويكون الفائز يكون يعطى الشقة مجانا، ما الحكم الشرعي فيه؟ طيب، بعض الشقق يا شيخ تقدم عروض للمستأجرين والشارين، الذي ينتظم بالسداد يعمل له خصومات أو يعطى شقة في بعد سنوات. نعم، هذا وعد، هذا من باب الوعد، فإذا وفى به فإنه أحسن. نعم، شكرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول: إذا صلى المنفرد وخلف الصف وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثانية، لا، إذا سجد وليس معه أحد فإنها لا تصح صلاته. نعم. طيب، يقول: إذا صلى رجل في طرف الصف شيخ صالح، وبينه وبين المأمومين الذين في الصف مسافة، هل تكون الصلاة في حكم صلاة من صلى منفرد؟ لا، ما دام أنه حذاء الصف فهو في الصف حكما، وأما سد الفرج وتراص الصفوف فهذا مطلوب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إن صلاته باطلة وهو في سمت الصف ولو كان منقطعا عنه. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نعرف أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن فيها، إلا أننا نجد من بعض المصلين إذا سقط منه شيء في حال القيام نزل ليأخذ هذا الشيء، فتكون الهيئة كهيئة الراكع. لا بأس بذلك، يجوز الحركة للحاجة في الصلاة وأخذ الشيء وإعطائه، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتبقي من هذا الشهر الفضيل، الخمسة أيام القادمة، إذا قام الإنسان هذه الأيام واحتسب الأجر، هل يؤجر عليها وقد فاته خمس أيام؟ يؤجر على ما عمل، والله سبحانه كريم، قد يزيد في أجره، وهذا بحسب نية الإنسان وقصد الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي إذا كان لي رغبة في إمامة مسجد كي أقبل على صلاتي وأصلي بهم التراويح وأستحضر ما أقول، وأيضا لرغبتي بالراتب الذي يصرف مقابل ذلك، فهل أقدم على الإمامة؟ نعم، إذا كان قصدك الراتب فلا،
هذا ما يجوز. أما إذا كان قصدك الإمامة وتأخذ الراتب من باب الإعانة على الإمامة وهو شيء مبذول من قبل الدولة هذا لا بأس به. نعم تفضل يا نايف معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الوالدة كبيرة بالسن يا شيخ، مرت في رمضان وأفطرت 5 أيام، هي تخشى أنها ما تستطيع إنهاء القضاء في شوال، تريد أن تصوم 6، هل لها أن تصوم صيام 6 قبل القضاء؟ تبدأ بالقضاء يا أخي، تبدأ بالقضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال والذي عليه قضاء ما صام رمضان ما أكمله. نعم. السؤال الثاني. شيخ أنا زكاة مالي تحل بعد 2 شهر، لكني متعود أني أخرجها هذه الأيام الفضيلة. نعم. لكن نصحني أحد، أنا متعود أخرجها في هذه الأيام، نصحني أحد الأخوان أني ما أخرجها في شهر شوال، ما أخرجها في هذه الأيام، أني أخرجها في شهر شوال في منتصف شوال، لأن هذا الشهر تكثر فيه حاجات الناس، حيث أن الناس يكونون قد استفدوا ما معهم في مقاضي ومصروفات غير، أضف إلى طول فترة أخذ الراتب. فما هو الأفضل يا شيخ، أخرجها طيب هذه الأيام ولا طيب في وقت حاجة الناس، علما أنها تحل بعد 2 شهر، يعني لا في شوال ولا في رمضان. طيب نعم شكرا. زكاة مالها فضيلة الشيخ تحل في هذا الشهر، ويقول أريد أن أخرجها الآن في هذا الشهر وهي تحل بعد 2 شهر، هل أنتظر بعد 2 شهر أم أخرجها الآن؟ لا يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة، فإذا أخرجتها الآن فلا بأس، خصوصا إذا كنت ترجو يعني زيادة الأجر في هذا الشهر. نعم. يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحول ذلك ندندن؟ حولها ندندن. نعم. هذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا زاد الإمام ركعة واعتد بها المسبوق في صلاته هل تكون الصلاة صحيحة؟ لا، الزائدة ليست من الصلاة فلا يحتسبها المسبوق. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلى المسلم والصائم مع الإمام في صلاة التراويح وأراد أن يصلي في البيت ركعات لعظم بقية هذه الأيام، نعم يحافظ على الصلاة مع الإمام وفي المسجد، وإذا زاد صلاة في البيت فهذا زيادة خير. نعم. يقول ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يدعو على إنسان لم يسئ إليه أو يطلب شيئا لا يليق به، كأن يطلب منازل الأنبياء أو منازل الصديقين، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة العامة التي وردت يقول يا شيخ، هل ورد شيء في صيام شعبان كاملا، وما حكم تقصيص النصف من شعبان؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، إلا أنه لا يصومه كاملا، لا يصام شهر كامل إلا رمضان. نعم. تفضل يا سعد معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، أنا في إمارات ونبعد عن الرياض 200 كيلو، وعندنا تقويم اجتهادي من الجمعية التعاون، مكتب التعاون عندنا، في فارق توقيت بحدود 5 دقائق، وقبل 4 أيام وخمسة أيام اجتهدت، يعني لا أقول اجتهدت، تأخر المؤذن شوي، وكان الأذان في أول الأسبوع على 6:48، وأنا كنت في الدقيقة 50، فظنيت إن الأذان حفر، وبعد ما أكلت في 2 دقيقة أذن المؤذن يعني في 6:52، ف يعني أنا قست على اليومين اللي قبله قياس كذا عفوي كذا، هل أعيد اليومين اللي أفطرتهم على فارق توقيت 2؟ إيش يقول؟
تأخر الشيخ المؤذن فأفطر قبل الموعد بدقيقتين أو ثلاث؟ إذا تحققت من الغروب. نعم. تحققت من الغروب وأفطرت فلا بأس، ولو تأخر المؤذن. لكن التقويم مرقوم يا شيخ بست واثنين وخمسين دقيقة، وأنا أفطرت في 56 دقيقة، وأنا متأكد أن الوقت يعني أظلم، لكني يشوش علي الأذان، ما أدري وش أقول. طيب كم الفترة والدقائق؟ كم؟ دقيقتين فقط. أخ نعم، أجابك الشيخ عن هذا. أجاب الشيخ، شكرا لك. ما سمعت الإجابة لو سمحت يا شيخ خالد. نعم، فضيلة الشيخ يقول ما سمعت أريد أن تعيده، لأنه أفطر يقول قبلها بدقيقتين. الشيخ صالح، قبل إيش؟ قبل الموعد، موعد الإفطار، المؤذن تأخر فأفطر هو قبل بدقيقتين. إذا كان المؤذن، أنت متأكد أن المؤذن متأخر وأنت أفطرت على التوقيت فلا بأس. نعم، أحسن الله إليك، شكرا. كيف يقول هذا السائل أتخلص من المال الحرام إذا كان قد اختلط بمال الحلال الذي كسبته وفق الشريعة الإسلامية؟ يقدر المال الحرام ويخرجه، يتخلص منه بإعطائه للمحتاجين، يتخلص منه ويقدره تقديرا ويحتاط في هذا. نعم. أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل يجوز صرف الزكاة لدى جمعيات كفالة الأيتام؟ يعني مثلا كفل بايتي. نعم، صرف الزكاة لكفالة يتيم يا شيخ. إذا كنت تعرف اليتيم وتوصلها له، أو تعطيها من تثق به من وكيل على اليتيم يصرفها في صالحه فلا بأس. نعم. الله يجزاكم خير. فضيلة الشيخ، الدعاء للجنود المرابطون على الحدود لحماية هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي تعيش الأمن والأمان، ما واجبنا نحوهم في استجابة الدعاء في هذه الليالي؟ نعم، الدعاء لهم طيب، لأن هذا الدعاء في صالح المسلمين. أنت إذا دعوت لولي أمر المسلمين أو دعوت للجنود، جنود الأمن، فإنك تدعو للمسلمين، فالدعاء هذا طيب. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هل معنى ذلك بأنه يصلي الظهر بدل الجمعة؟ لا، معنى ذلك جمعته صحيحة، ولكن ليس له أجر في ذلك، ليس له أجر في ذلك، وإلا الجمعة صحيح. نعم. تقول بأن عندها دخل من دكاكين وبيوت مؤجرة وأيضا شقق. فضيلة الشيخ، تقول الآن هي لها بنت في 25، هل تعطيها من الزكاة حيث أن هذه البنت زوجها أيضا ميسور الحال؟ لا يجوز زكاة الوالد لولده، بنين أو بنات، لا يجوز هذا، ولا زكاة الولد لوالده. نعم. تفضل يا عبد الله معنا على الخط. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير يا شيخ. حنا يوم صلينا العصر ويوم بغى يسلم الإمام سجد سهو، ويوم سلمنا وقضينا حدث عقب الصلاة، ويوم قضى من الحديث قالوا الجماعة ليش سجدت للسهو؟ قال كأني سمعت واحد قال سبحان الله، قال واحد أنا قلت سبحان الله لأنك ما كملت الصلاة بعد الركعة، وقاموا وكملوا الركعة عقب الحديث. هي يعني بعض الجماعة طلعوا لكن كملوا ركعة عقب الحديث، هي يعني صحيح ولا كودة إعادة الصلاة؟ والله إذا كان طال الفصل فلا بد من إعادة الصلاة. أما والله إذا كان والله حوالي 5 دقائق. طيب اسمع الإجابة. حدث بينهم. اسمع الإجابة. ها؟ اسمع الإجابة. أيوة. إذا طال الفصل، إذا كان جلس يحدث ويقرأ من الكتاب.
اي هذا طال الفصل، فالإعادة ما في شك انها احوط. نعم شكرا شكرا جزاك الله بارك خير. الله فيك جزاك شكرا. الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من دخل مكة بنية العمرة، ما حكم دخول مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك، يجوز الإنسان يدخل إلى مكة بدون أخذ عمرة ويطوف بالبيت تطوعا، لا بأس بذلك. نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين وزملائي أيضا في الإدارة الدينية في القناة السعودية الأولى، كما أشكر جميع من هيئوا هذه الحلقة في استقبال الشيخ، وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.